ما يمكنش تلقى جوج كيتغنوا على مدى الذكاء الفائق والسرعة ديال البديهة اللي كانت كتميز الراحل الحسن الثاني، حتى أكثر أعدائه كيشهدوا ليه بهاد الميزة والملكة اللي حباه ربي بها. الإعلامي الفرنسي ستيفن بيرد روى في إحدى حلقات البرنامج الفرنسي كومون سافا بيان، واللي كيتبت على القناة الفرنسية الثانية من الاثنين للجمعة، روى واحد الموقف كيجمع بين الطرافة والغرابة وفي نفس الوقت الإحراج. بطل القصة هو أحد رؤساء الجمهورية الفرنسية اللي كان معروض عند الملك الحسن الثاني على مأدبة العشاء، الرئيس الفرنسي اللي كان مولع بجمع الملاعق الفاخرة، وكانت هذه واحدة من بين الهوايات ديالو. وهو في حضرة الملك والضيوف عجباتو معلقة صغيرة، لاحظ أن أعين الجميع مشغولة في الأكل وعلى غفلة من الجميع، وضع المعلقة في جيب الكومبلي ديالو. حتى لهنا الأمور كانت غادية عادية وكان ممكن تدوز بخير وتا واحد ما يدي ما يجيب، لكن الحظ ديال الرئيس الفرنسي ما كانش في نهار. واحد من المحيطين بالملك الراحل شاف مجرى، شنو يسكت زعما؟ إلا ما يمكنش، خاصو يدير الخير، ووصلها سخونة للراحل الحسن الثاني. هذا الأخير اللي بسرعة بديهته فكر كيفاش يحول الموقف دغيا لموقف دعابة وكوميديا، خاطب الجالسين حول المائدة الملكية وقال لهم شوفوا غادي نتحول دابا لساحر. هز في يديه معلقة صغيرة ودار بها بعض الحركات البهلوانية وقال أبراكادابرا، وضع المعلقة في جيب السترة دياله، وخاطب الرئيس الفرنسي اللي قدامه شوف جيبك سعادة الرئيس راها تحولت لجيبك. الإعلامي الفرنسي المعروف جزم وأكد حدوث هاد الواقعة، واللي قال أن أحد من الحاضرين وقتها سردها بنفسه عليه. الإعلامي الفرنسي ما ذكرش سميت هاد الرئيس، لكن المتتبعين مشابالهم وخمنوا أن المعني بالأمر ما يكون غير الرئيس الفرنسي جاك شيراك. مشاهد القصة الطريفة اللي رويناها في هاد الفيديو هي نقلا على موقع هسبريس، رابط الموضوع غنخليه لتحت في صندوق الوصف. تبقوا على خير ودمتم سالمين وغانمين ومبدعين.